بداية من المهرة، حيث عقدت الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطر اجتماعا برئاسة السلطان محمد عبد الله العفرار في مدينة الغيضة لمناقشة آخر التطورات في المحافظتين. وهنأ السلطان العفرار جميع الأحرار من أبناء اليمن بمناسبة الذكرى 59 لثورة 26 من سبتمبر المجيد، داعيا إياهم للحفاظ على مؤسسات الدولة. وأكد أن المجلس العام سيقف إلى جانب المواطنين في مواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد المتمثلة في انهيار العملة وانقطاع المرتبات وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار. اجتمعت اليوم الأمانة العامة للمجلس العام بقيادة السلطان محمد بن عبد الله العفرار، تم مناقشة المستجدات على الساحة المهرية والوضع الراهن والانهيار العملة الاقتصادية والوضع السياسي، وتم الوقوف على هذه الأحداث، وإن شاء الله سيقف جميع أبناء محافظة المهرة وقيادة المجلس العام لأبناء المهرة والسقطرى لاستباب الأمن وحفظ الأمن والاستقرار في محافظة المهرة، والوقوف ضد من تسول له نفسه أو يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة وقر المحافظة إلى مربع العنف والصراع. تم اليوم عقد اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء المهرة والسقطرى بعد عودة السلطان محمد عبد الله آل عفرار من سلطة عمان الشقيقة، بعد لقائه ومن لقاء بعض المسؤولين ومندوب الأمم المتحدة لدى اليمن، وناقش معه بعض القضايا التي تخص الشأن المهري السقطري، وكانت زيارته ناجحة بكل المقاييس. تم اليوم عقد الاجتماع الثلاثاء الموافق 28/9/2021 بحضور السلطان محمد عبد الله العفرار وجميع اعضاء الامانه العامه، ونرحب بعودته، واطلعنا على حول زيارته الاخيره لسلطنه عمان الشقيقه وما جرى هناك من لقاءات بالسفير البريطاني والمبعوث الاممي لليمن، وكانت الزياره ايجابيه ونتائجها ان شاء الله ملموسه. وناقش الاجتماع عدد قضايا، ونتمنى إن شاء الله تكون بمخرجات إيجابية.